ثلاجة في المسجد فسدت، نعمله فيها ايه؟ مسجد قديم اتبنى جنبه مسجد جديد، والمسجد دي نعمله فيه ايه؟ ما حكم الوقف اذا تعطل؟ الوقف الاصل فيه انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. الدليل ان عمر بن الخطاب استفاد مالا وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نعمل اتصدق بيه؟ قال له لا ما تصدقش. قال له امال اعمل يا رسول الله؟ قال تصدق باصله، يعني اوقفه، فان الوقف لا يوهب ولا يورث ولا يباع. طيب لو تعطل يبقى يجب ان انت تبيعه وتحط فلوسه في وقف تاني، مش تدي الفقير ياكل، لا يتحط في وقف تاني. حاجة شغالة في المسجد بتجيب فلوس، بتجيب حسنات، حاجة دايمة في المسجد. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن اضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: تزوجت امرأة ولكن أصرت أن الجواز يكون عرفي عشان ما تخسرش المعاش بتاع أبوها اللي بتاخده كمطلقة. نقول كده حرام، لأن المعاش ده مخصص للمطلقات وهي أصبحت في عصمة راجل ولازم يصرف عليها. كده الفلوس اللي بتاخدها من الدولة فلوس حرام، بتسرق مال العام المسلمين. طب امتى يجوز الصورة دي؟ تجوز اذا كانت فقيرة جدا وجوزها فقير جدا، لكن ما ينفعش واحدة تفضل تاخد معاش وجوزها ما يصرفش وهو يصرف منه، ده سرقة ولمخالفة شروط الهبة بتاعت المسلمين لها. قل قولي هذا واستغفر الله. سائلة بتقول ليا ورث اخويا مستولي عليه كان شغال مع ابويا. نقول لها هتعملي اربع حاجات. اول حاجة هتنصحيه وتقول له وتقولي له قال النبي من اخذ شبر ارض طوقه الله في سبع اراضين، وتفهميه في سبع كرات ارضية الشبر ده هيتفحر والتراب ده كله هيتعلق في رقبتك وهتفضل شايل التراب ده كله 50,000 سنة. وعندي عليك زي ما سعيد بن زايد ده على واحدة خدت منه ارض ماتت عمية واتدفنت في بيتها. طيب خاف ما خافش، بتروح لأي مجلس شرعي حتى لو بعيد عنك يطلبوا في التليفون يقولوا طالبينك لحكم الشرع، مهم قوي طالبينك لحكم الشرع. ما استجابش الحكم الشرع بنروح القانون ونجيب محامي نقول له ليك نسبة وخلص. ما استجابش للقانون بناخد المبلغ اللي يقدر يقول لنا عليه عشان نقلل الضرر، ونفضل نطالبه بالفلوس دي لحد يوم القيامة، لأن البيعة دي بطلة والبيعة دي فيها إكراه. فلازم لازم لازم نفضل نتابعه لحد ما نحاول لو مات هو نطالب أولاده وأولاد أولاده، ولو هو ليه شغل اشتغله مع والدك ياخد نصيبه قبل الميراث ويرجع يورث معاكم، لو شغل اشتغله وفلوس حطاه ياخدها قبل الميراث. قل قول هذا واستغفر الله. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل أنا مشارك واحد والشركة بتاعتنا دي عاوزة فضها فمغلبني وعاوز يديني أقل مبلغ. نقول له اعمل أربع حاجات. أول حاجة روح انصحه وقول له يجب عليك شرعا توقف كل البيع وتجيب لي الفلوس بتاعتي بأقصى سرعة ممكنة، ولو عملت كده تبقى أنت ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك اليهود وقال لهم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، يعني عقد الإيجار عقد جائز ولازم تطلع لي فلوسي وما تمدش ايديك على الفلوس غير بعد ما رأس المال يجي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. ما استجابش وما خافش تطلبه في جلسة شرعية، لازم الشرع قبل القانون. ما استجابش في الشرع وما استجابش الحكم الشرع بتطلبه في القانون وبتديه للمحامي، تسلمه للمحامي وتديه للمحامي يديله النسبة. ما استجابش للقانون خد اللي تقدر عليه منه ومضيله على اللي هو عاوزه. العقد اللي انت مضيت عليه عقد باطل وحقك لسه موجود، وافضل طالبه هو واللي وراه واللي وراه وشوه سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي يعني المطلع في كل مكان افضحه، يحل عرضه يعني تفضحه وعقوبته وتعاقبه، ده ولازم تعمل كده عشان تاخد حق. قل قولي هذا واستغفر الله. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل أنا شغال في الخردة بيجي لي أطفال صغيرين معاهم مفكات معاهم عدد حديد وعاوزين يبقوا حالي، إيه حكم إن أنا أشتري الحاجات دي؟ لا يجوز وحرام تشتري من العيل الصغير إلا الحاجة الحقيرة، أم جنيه واتنين جنيه.
ايه الدليل؟ ان ابو الدرداء اشترى من طفل عصفور. لو اشتريت منه اي حاجة لها قيمة انت ارتكبت معصيتين وربنا يحاسبك عليهم. اول معصية ان انت تعاملت مع واحد غير جائز التصرف. الرسول قال عليه رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم. فالرسول قال لك ما تتعاملش معه عشان ده صبي صغير وانت تعاملت معه. المعصية التانية ان انت واخد ذنب ان انت ربيت حرامي. لان الولد غريبة الموبايل اللي بعهولك والعدة اللي بعهالك دخل سرقها من عند جارهم او سرقها من عند ابوه بعهالك عشان يروح يجيب كيس شيبسي وزازة كاكولا. اتق الله ما تشتريش من عيل صغير الا الحاجات الحقيرة، لا تبيع له ولا تشتري منه. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: أنا طبيب جالي طفل درسه عاوز يخلع درسه، خلعته له وبس أبوه ما كانش موجود. جاء أبوه زعل فقلنا له مش مشكلة في زعل أبوه، المشكلة يا دكتور أن أنت عملت معصيتين كبار جدا. أول معصية أن أنت تعاملت مع واحد غير جائز التصرف، الرسول منع البيع والشراء معاه إلا الحاجات الحقيقة. الرسول قال عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. تاني حاجة يا دكتور ان انت عرضت نفسك للخطر، لأن الولد ده لو مات انت كنت هتدفع الدية 1,300,000، ولو الولد ده حصل له اي تشوهات او اي حاجة هتدفع الدية بتاعتها. السنة الواحدة لو طلعت غلط هتدفع 5 جمال، 5 جمال في 10,000 ب50,000 جنيه. عصيت ربنا وتعاملت مع عيل وعرضت نفسك للخطر، حرام التعامل مع العيال الصغيرة غير في الحاجات الحقيرة. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أبويا راجل عنده أرض بحها وقال للناس أنا أنزل لكم المول بما يرضي الله. يجي الراجل اللي اسمه عباس شاري مننا بيبني بيته، يتصل بينا عاوز عربية رملة، أبويا يتصل بالمشون ابعتوا له عربية رملة، يتبعت له عربية رملة، هم ياخد من عباس يحاسب ده وياخد هو الفلوس التانية. أبوك اللي بيعمله ده حرام والمكسب بتاعه ده حرام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، المكسب إنك تضمن وتخاطر، أبوك قاعد ما طلعش برا البيت. فده ده حرام. تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحلهم. وأبوك بيبيع السلعة من غير ما يحوزها في رحله. الحل ايه؟ الحل ان يقوم يتعب ويروح مع العربية يوصلها للراجل تبقى في ضمانه، او يبعت مندوب ده يركب مع العربيات ويوصلوها، من اول ما البضاعة تطلع من مشمس لحد ما توصل لعباس تبقى في ضمانه. ساعتها الراجل دوت فلوسه حلال وربنا يبارك له، لازم يتعب ويخاطر عشان يكسب حلال. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج انت ومن حولك. سائل يسأل: احنا ناس عندنا اراضي فيها تين مش فاضيين للتين، شغالين في المقاولات، بيجي لنا ناس من الاسماعيلية يقولون لنا بيعوا لنا الارض زي ما هي، بنبيع لهم الارض بيجمعوها ويبيعوها، احنا بناخدوا مبلغ وربنا يبارك لهم في الباقي، بيجي هو وعياله يقعدوا في الارض. الكلام ده كله ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام. الحرام انه يبيع لك، تبيع له قبل البيصر ما يطلع، قبل البشائر ما تطلع، يبقى الفلوس دي حرام على البائع وفلوس حرام على المبتاع. نهى النبي ان تباع الثمار حتى تزهى، ونهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونقل إجماع على ذلك. لو بعت بعد بدو الصلاح البيع حلال وزي الفل وربنا يبارك للاثنين، قبل بدو الصلاح حرام ومنكر وفلوس حرام. الأرض ما تتباعش للناس غير أما البيصر يطلع. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. ما حكم رجل اتى بصنايعي عشان يشتغل وكل ما يقول له هتاخد كام يصل لك سيبها على الله، ربنا يسهل سيبها على الله، ايه حكم المعامله ديت؟ وخلص اجرته واتفع على اجره وخده ومشى. الحاله دي ليها حالتين. اول صوره صحيحه انك يتحدد معاه ياخد كام، يا اما تفوضه هو اللي يحدد السعر، ولو فوضته اصبح هو الملك اللي يقول عليه يمشي ما لم يخالف الشروط بتاعت المسلمين، يعني ما يقولش مبلغ فاحش يعني، بس لو طلب اعلى اجره ممكنه ياخدها. دي المعامله الحاليه، لا يجوز انك تسيبه يبدا الشغل غير يتفوضه يتحدد معامله. الحاجه بقى الحرام انه يشتغل وانت مش محدد وهو مش محدد، ساعتها انتوا الاثنين ارتكبتوا حرام، ولو جيتوا تتحكموا للشرع
الشرع يعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. اول حاجه هيطلب منكم تتنين التوبه لان انتوا عملتوا معامله فيها غرر وجهاله. تاني حاجه هنجيب واحد يحكم بينكم ويقدر حاجه بالنص، لكن اللي انتوا عملتوه ده حرام. مفيش حد يشتغل عندك غير بفلوس محدده يا اما تفويض. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل في محل جنبنا، قلت له خلي العيال ياخدوا اللي ياخدوه من عندك واكتبوا وأنا آخر الشهر هحاسبك، حساب على حساب مفتوح. الكلام ده حرام ولا يجوز شرعا. نهى النبي عن الغرر، لازم كل يوم في نهاية اليوم يبعت لك على الواتس أو يبعت لك ورقة حسابك وصل 100 جنيه، حسابك وصل 1000 جنيه. ما ينفعش يسيبك على جهلتك لحد ما السنة تعدي ولحد ما الشهر يعدي. بعد كده الناس كلها بتقف لبعض وبتتهم بعض، وزوجتك هتقول لك والله ما خدنا حاجة كلام، عشان ده كله ده حرام. نهى النبي عن الغرر، ما فيش حاجة اسمها حساب مفتوح. كل يوم لازم يبعت لك ورقة بالحساب، لازم. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.